السلام عليكم. اليوم اشتريت هاي اللي ما يعرفون اللعبة هذي ديسكتوب فيديو سبينر بروح وياها خوفكم نفس هذي هذي هنا هذي مش أصلية صغيرة خاف تكون نفسها أنا كنت أريد الكبيرة هذي اشتكي على تبدو كبدة يقولون يمكن هذا هو الحجم العادي هذه الثانية هذه ما هذه أول اثنين وايد كنت متحمس أطلع ثانية تقولون شو لونها تبوا في الديسكريبشن شو تتوقعون لونها بدون غش شو لا هذا بدون غش أسود شريت ثلاثة بالحظ يمكن يعني بالحظ ممكن يكون فيه وحدة يمكن بالحظ يكون فيه يلا نفتحه مع بعض وطالع نبطل الصندوق وايد متحمس الزمونة تريض دن 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 يلا نبطل الثانية تبطل يعني
البابا اللي بطل تأخيرا احنا جبنا كده.